عائلتي الكبرى مين معنا؟ مجدلة مع 12 من قريبة بالستوديو هون. نشكر الله مش مسلحين. بيك وين موجودة الأنية؟ بالباب. برمي الله اللي خلق بيك. طبعا ما صار يصير لك بالباب. إلي طلب وعتاب. مش صعب كثير، صعب كثير تجي على التلفزيون، بس توعدي بتوفي. أنا بهنيكي بهالناحية هيدي. المواعيد أهم شيء، هاي المواعيد الملوك. شو بدنا نسمع اليوم؟ قبل سمعنا قبل بلشنا المساومة. غني لي بغني لك على راسي وعيني. بما أنه هالوجه البراءة بدي خبرك شيء عن الأطفال. ولد صغير مرقين اثنين ستات حبوا يدعبوا للصبي. الأولى قال يا حرام لكو هالصبي، عيناي لأمه وجبهته لخاله ودقنه لخالته. ألا أقول لك كمان البنطلون لخيو الكبير. أما الثاني نسيته. حبيبي راح أنسى الثاني. لا، ولد معلم مدرسي، يمكن بالكحالة، يمكن معقول. بقى هالولد جمع التلاميذ هاي كلهم صغار، 7 سنين 8 سنين، ويقبروني صغار. وقف المعلم قال لهم يا حبي قلبي يا صغيرين، على افتراض انا واقف معكم واجا واحد قتلني، شو بتعملوا؟ قالوا بناخذ فرصه. بقى نحن بدناش ناخذ فرصه، بدنا نسمع مجدلة. شو بدك تغني لنا هالأغنية؟ راح سمعك هجرونا. لمين؟ الاستاذ جيسر الرحباني. على عيني. ونظم مين؟ بتعرف يا قمرنا. شو اسمه؟ لنخلص وحدة. انت بتنسي مني، انا مثلي انا كمان مثلك بنسى. ايه اللحن الكلام لمين؟ هجرونا. لا هجرونا لياسر الرحباني كمان. كمان واللحن؟ واللحن كمان. وغناء مجدلة وغيره بعدين. بتعرف يا أمرنا الأستاذ فيليمون وهبي. يا عين قلبي فيليمون على الرحباني على الياس على مجدلة. روحي الله معك. هجرونا 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 ولفيونا هجرونا.
ما تقبل منا نشكي تسمعنا شو عم نحكي ما تقبل.